سلامك. حضرتك مستعد معاه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في إذاعة. سمحوا لنا لا تسنوا ولا تنقول هاني شنو صاحبي خير انت كضحك انت استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في إذاعة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ايوا خل ركز معنا صاحبي كل نسجد صاحبي باش نمشي ونوض نتحمل صافي راك مريكل معاه صافي سير زعما دابا ليكسكيزا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، معكم إذاعة أصوات الزلال في برنامجها الشهري المجتمع المدني. نستضيف جمعية تفاوين الذي يمثلها الكاتب العام للجمعية عبد الصمد بلوده. مرحبا بك سي عبد الصمد معنا. شكرا أستاذ الكريم. قدم لنا البطاقة التعريفية للجمعية. ومن بعد مع التوالي ديال الأعمال ديالي مع الجمعية أنني بديت كمنخرط نشيط في الجمعية. من بعد سنة 2000 أنني دخلت الموتور خلينا الموتور ماشي مشكل الموتور أصاحبي واش عندنا الموتور دا واش ندير له بغي يدير لنا الامبيونس خايب وفي الميكساج غادي يحيدوا الموتورات او ماي جاد لا لا صافي واش انا بغيت نسمع الموتور بغيت كنشوف فيك واش نكمل ولا نريض يقول يسكت غيدير بوز وميتوز الموتور نكملوها صح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، معكم إذاعة أصوات الزلال في برنامج. أنا عطيه. أنت شغل الموتور. وغاش نصور هذا، كل مرة كنصور هذا الموتور مرة تنضحكوا والله لا لا صافي عمرت ذكرت الموارة. اش باقي شي موتور دوز الموتور فين يلا غالي ندير شوف يدير شي موتور دير بوز هيا صافي ما تضحكش انت صافي ما نضحكش انت غير دير بوز واخا نضحك انا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، معكم برنامج المجتمع المدني إذاعة أصوات الزلال. نستضيف جمعية تفاوين الذي يمثل الكاتب العام للجمعية عبد الصمد بلوزة. مرحبا بك معنا أستاذ صمد. هذه البوز اصاحبي تشوف الطوموبيل ولا الموتور دير بوز ها الانترفيو اصاحبي انت راك صحافي اصاحبي صافي 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، معكم إذاعة أصوات الزلال في برنامجها الشهري المجتمع المدني. نستضيف معنا هذه المرة جمعية تفاوين الذي يمثلها الكاتب العام للجمعية عبد الصمد بلوزة. مرحبا بك معنا. شكرا أستاذ الكريم. لا بتنصح في الاول ما بغيتش نكمل دوك او ماي جاد لا عافاك فكرها مشرحه ايوا انت خصك تركز معاه ركز انت بقيتي ساكت ما يمكنش نهضر انا وانت ما عطيتنيش السؤال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. قدرت انا نعرف بالضبط انا بغيت نكمل عليه اش بغيت تكمل دير سبوز بوز شو تواني مغاش اغلى نفسك اجلتي بسم الله. قد وصلنا الى نهاية البرنامج، نشكر المستمعين الكرام الى الحلقة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اوه
سيفو ونسيني ونسيني زراسي فيني.